السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال؟ أخبار علوم طيبين تمام؟ ساعكم كسب لك حمد 187 أكس. من قبل اليوم جايب لكم موضوع البطولة. طبعا خلاص تم إغلاق التسجيل في البطولة، رايحين أعلمكم إيش بسوي. هذا المقطع، كل عام وأنتم بخير. تسجيل البطولة خلاص اكتمل العدد، خلصت المدة اللي أعطيتكم إياها. خلينا نخش على الرابط، نكتب هنا مغلق. شيء انا ملخبط انا بالحروف. مغلق، خلاص تم اغلاق التسجيل. الحين هنا كتبنا في الديسكريبشن على اسم الفيديو، نحط نسخة يعني على الموقع اللي حق التسجيل. هذا موقع تسجيل بطولة فيفا، نشوف عدد المسجلين. عدد المسجلين 119. يعني يا شباب اعذروني، راح اضطر اني اسوي قرعة عشان نحدد مين هو اللي يتأهل مين اللي ما يتأهل. كلها كم من يوم راح انزل لكم الجدول، يعني لا تستعجلون بالقرعة. راح نختار من اللي يتأهلون 13 مجموعة. انا اتمنيت اني اقبلهم كلهم، لكن انا اللي قلت العدد 65 شخص راح اقبلهم بالبطولة. خلاص اوبن، الحين نحط كلاس. اعذروني يا شباب، تسجيل اغلق. راح نختار 54، راح نسوي قرعة. اعذروني، كلها كم من يوم ان شاء الله راح نزل جدول. 119 مسجل في البطولة، عدد المقبولين راح يكون 64. انتظرونا، لا تستعجلون، كلها كم من يوم نزل جدول. على العموم شو اسمه، لا تنسون الاشتراك بالقناة وزر اللايك وسبسكرايب مفضلة. ويلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم. تسجيل اغلق وجدول، تسجيل خلاص تكفل والجدول راح ينزل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلاح حمود 187 اكس.